احنا ممكن بقى نسال اللاعب نفسه، ايه رايك؟ احنا معانا كابتن مروان محسن على التليفون. كابتن مروان صباح الفل عليك ومليون مبروك، وان شاء الله اللي جاي احلى. صباح الفل يا كيمو، مثلا الاهلاوي وكابتن فتحي مبروك طبعا، والف الف مبروك للاهلاويه كلهم، ومبروك البطوله التاسعه، والحمد لله اللي احنا كنا على عهد ان احنا نجيبها، والحمد لله الف الف مبروك. طب احنا من اول الحلقه بنتكلم عن انفعالاتنا احنا كل من كان خارج الملعب، انت بقى شخصيا وانت واحد من اللعيبه كانت الانفعالات عامله ازاي جوه الملعب؟ كنتوا بتبصوا لبعض بصات ذات مغزى عامله ازاي؟ كنتوا بتقولوا لبعض ايه؟ هو قبل الانفعالات طبعا احنا بقالنا فتره في، يعني الواحد بيركز يشوف الاوقات في الماتش، اللي هو انت هتكسب هتعمل ايه؟ طب لا قدر الله حصل حاجه، الدنيا هتبقى شكلها عامله ازاي؟ اللعيبه كلها كانت يعني مركزه جدا، وانا شايف اللي هو من كتر تركيزنا ده اقل شويه من كورتنا ومجهودنا في الماتش. بعد كمان الهدف الاول نمنا شويه ورا، رجعنا لورا شويه، ما كناش بنلعب كورتنا اللي احنا متعودين عليها بنلعبها الماتشات اللي فاتت. بس الحمد لله قدرنا احنا نخرج من التوتر ده، يعني بين الشوطين طبعا الشناوي يدعى ومستر مسلمان يتكلم، فاحنا قدرنا نحاول الشوط الثاني احنا يبقى فيه روح وعزيمه، حتى لو يعني الكوره مش موجوده يبقى فيه روح وعزيمه اكتر من كده، واحنا الحمد لله قدرنا نرجع كده الحمد لله، وربنا كلم مجهودنا بالبطوله. يعني كنا بنتكلم برضو من شويه كابتن مروان على تفصيله الثبات الانفعالي اللي كلنا حسيناها طبعا في مباريات كتير في الفتره الاخيره، بصفه خاصه كان الموضوع ده واضح بشكل كبير جدا، ولكن بعد هدف التعادل للزمالك يعني دي برضو كانت مرحله جديده من الثبات الانفعالي اللي ادت في نهايه المطاف الى فوز النادي الاهلي، فبرضو اول ما جه الجول بتاع الزمالك انت شخصيا كانت مشاعرك عامله ازاي؟ انا كنت متوتر قبل الجول ما يجي اصلا، يعني حاسس ان احنا برضو يعني مش مفيش ما كانش فيه قوي اصرار وعزيمه قوي في اللي احنا يعني تدخلات مع اللعيبه وكده، ما كانش فيه روح، ما كانش فيه، اول ما الجول جه بقى فبدانا يعني ايه التركيز بدا يعلى شويه والتوتر، فانت فاهم واحد واحد، فزي ما بقول لك ما بين الشوطين دخلنا ناس زعقت والشناوي اتكلم، لازم ننزل احنا ننزل رجاله، وده نهائي 90 دقيقه يا جماعه لازم نتوتر اكتر من كده، والحمد لله. لا هو من ناحيه الرجاله فكالعاده الحقيقه، يعني عمركم ما خيبتوا ظننا، طبعا ما كناش في المستوى بتاعنا في الماتش النهائي، بس دي طبعا دي بطوله، طبعا ده نهائي، فالواحد برده بيفكر كان بقاله في اوقات ما بيعرفش ينام، وراك جمهور عظيم، جمهور كبير، فلازم الناس دي تروح فرحانه ومبسوطه ومنظومه كبيره، فالحمد لله احنا كنا مركزين على كده، ده كان اهم حاجه من اول المشوار، اللي احنا لازم البطوله تخش الجزيره ونادي بيها الجمهور، زعلهم اثنين فاينل وصلنا لهم وخرجنا، بس الحمد لله احنا كنا رجاله بعيد عن المستوى طبعا، وبقول للزمالك طبعا هارد لك بس، وربنا يكرمنا ان شاء الله في البطولات اللي جايه ان شاء الله. كابتن مروان انا عندي سؤال، ان احنا دايما بنتكلم من بره واكتر ناس هتجاوب اجابه حقيقيه هو اللعيبه بقى نفسهم، احنا بنشوف بعض النقاد بعض المحللين المذيعين بيقول لك احنا شاعرين ان اللعيبه بعد موسيماني وانضمام يعني مدير للجهاز الفني دلوقتي اصبح في اداء افضل وانعكس على كمان النفسيه للاعبين، خلينا نسمع من اللاعب بقى نفسه هل الكلام ده مظبوط، وايه التغيير فعلا اللي جه او انت شعرت بيه بعد لما موسيماني انضم؟ هو كابتن موسيماني طبعا مسك في وقت قصير طبعا وقدر يحافظ اللعيبه، واللعيبه بدات تستوعب بسرعه اللي هو عايزه، الفكر اللي هو عايزه تلعب عليه، وانا شايف اللعيبه كلها نفذت، كانت بتنفذ مع اول تمرين في اول يوم ليه، فهمت هو عايز ايه، اللي هو كل واحد بيلعب في مكانه والكره السابقه اللي هو بتبدا من ورا، فاحنا الحمد لله اللعيبه كلها يعني كانت مركزه في كده ان احنا ننفذ التعليمات، واللعيبه كانت مرتاحه بس، فده اللي عكس ادائنا في الماتشات اللي فاتت، واللي احنا بنلعب كوره يعني ما حدش بيخاف، ما حدش كل واحد بيمسك كوره بيلعب اللعب بتاعه الطبيعي، هو قدر يخرج كل حاجه من اللعيبه الفتره اللي فاتت دي، بعيدا طبعا عن ماتش نهائي طبعا الفاينل، وان شاء الله المستوى اكيد هيعلى الفتره اللي جايه، طبعا هو طبعا مسك في وقت قصير والماتشات كلها كانت مضغوطه، فالحمد لله احنا قدرنا نخرج بقى يعني في المستوى ده الحمد لله. طيب كابتن مروان لو هسألك سؤال، معلش اسئلتي يعني هحاول كده اخد منك برضو ترندات، معلش قول لي بصراحه مين اكتر لاعب شايفه نجم مش هقول البطوله يعني نجم المباراه من وجهه نظرك؟ انا شايف اللعيبه كلها يعني من الناس اللي بره كمان، يعني الناس اللي بره قبل اللي جوه، انا مش هتكلم على لعيب واحد معين، هي دي السمات اللي موجوده في النادي الاهلي، الروح الجماعيه الحمد لله دي اللي موجوده، ما فيش اللاعب الاوحد او الواحد، اللعبة كلها رجاله، كان على عهد من اول يوم الحمد لله، وانا يعني مش عارف اقول ايه من كتر ما الواحد فرحان، مش عارف ما بيعرفش ينام والله الحمد لله، احنا سعدنا الجمهور ده كله، وبقول للعيبه انتوا رجاله فعلا،
وان شاء الله البطولات اللي جايه ان شاء الله نرفعها باسم النادي ان شاء الله باذن الله. نتمنى واملنا كبير، وانتم اثبتوا الثقه يعني، نتمنى لكم كل ان شاء الله النجاح والفوز الماتشات اللي جايه والبطولات اللي جايه ان شاء الله. كابتن مروان شكرا ليك جدا، نورتنا.